أستاذ سمية، في تنظيم ندوة النهاردة عن الانتهاكات التي يتعرف لها السودانيون الصحفيين في السودان. حضرتك شايفة فعلا أن في انتهاكات؟ أيوة، في انتهاكات في حرية التعبير ونشر الصحفي، في انتهاكات واضحة خاصة خلال العام 2012، في إغلاق عدد أكثر من 5 صحف، في تغييبات قصرية للصحفيين، في يعني تعدي علينا اختطافات واعتقالات وضرب. يعني دلوقتي مجموعة من الزملاء الموجودين هنا كلهم تعرضوا للاعتقال والضرب، وأنا واحدة منهم. عندنا في السودان جهاز الأمن بيتغول على مهنة الصحافة بطريقة غير عادية، عنده الحق في أنه يغلق أي صحيفة ويصادر. يعني أنا كنت في صحيفة الوطن، سبتها من فترة، أصبحت مدونة لكن متابعة، أنا مقيمة في مصر، أنا رجحت السودان بس العيد. ايه التجربه اللي انت تعرضت ليها في قصه تعدي عليك او الانتهاك او محاوله منعك من اداء مهمتك؟ يعني لا، انا ما كنت بادي مهمه، انا كنت في السودان في اجازه لحضور العيد. تم اختطافي من امام المنزل، اتعرضت للضرب، اتعرضت للاهانه، اتعرضت لغص شعري، لحرق جسمي بالمكوى، ده كله عشان مواد نشر. وفي النهاية أنا طلعت من جهاز الأمن بدون ما يوجهوا لي أي تهمة. كتاباتك كانت ضد النظام مثلا؟ لا، كتاباتي ما كانت ضد النظام، كانت بتعكس الحاصل داخل السودان. يعني أن إحنا مع وقف الحرب، مع التعدي على خصوصيات الناس، مع يعني وقف غصف المدنيين في جبال النوبة ودارفور، يعني إحنا مع إحقاق الحق. يعني ما بنسي أصلا، وما بنقول ضد النظام، يعني إحنا عايزين نصحح اللي بنقدر نصححه، لكن يعني النظام ده اصلا ضده من يوم جاء، نحن ضده، بس يعني دائما بنحاول نعكس الحاجات الحاصله يعني للشارع.